مرحبا بكم. لا تراجي حقق الفوز اليوم على النادي البنزرتي في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، ماتش مؤجل من الجوله السابعه من البطوله المجموعه الثانيه. تراجي فاز بنتيجه 2-0، اهداف اشرف الفرشيشي ضد مرماه في الدقيقه 13 بعد ركنيه كان فادح حسام تقى الفرشيشي غلط الحارس بتاعه وتفتح النتيجه للتراجي. من بعد يان ساسي قبل نهايه الشوط الاول في الدقيقه 43 يسجل بونتو الثاني للتراجي التونسي بعد توزيعها كانت من اليمين من محمد بن علي. 2-0 هي النتيجة النهائية، فوز للترجي. انتصار خليه يصعد صدارة المجموعة من الاتحاد المنستيري ب 16 نقطة، ومنقوص الترجي من زوز مباريات ضد مستقبل مرسى ضد اتحاد تطاوين. نادي البنزرتي بالمركز السادس عنده 6 نقاط. ملاعبية اتحاد تطاوين رفضوا التدرب اليوم ويطالبوا مستحقاتهم المالية اللي عجزت الهيئة المديرة على توفيرا. نذكر اتحاد تطاوين يستقبل نهار السبت النادي الصفاقسي في الجولة العاشرة من البطولة. طاقم تحكيم مصري لإدارة مقابلة الترجي والنجم الساحلي في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة مسابقة تشامبيونز ليج الإفريقية. محمد عادل حكم ساحة، ومش يكون معه إبراهيم نور الدين حكم رابع، سامي هلل وهاني عبد الفتاح مساعدين. المباراة مبرمجة نهار السبت 25 نوفمبر مع 5 متر العشية في ملعب حمد العقربي بيراتس. في التشامبيونز ليج الاوروبيه دفعه الليله من الجوله الرابعه مع التسعه في المجموعه الاولى، البايرن يستقبل جلاتا سراي التركي. كيف مع التسعه كوبنهاجن الدنماركي فريق الياس العاشوري يواجه مانشستر يونايتد فريق حنبعل المجري. لغايه الترتيب في المجموعه هذه البايرن الاولى 9 نقاط، جلاتا سراي الثانيه 4 نقاط، مانشستر الثالثه ب 3 نقاط، كوبنهاجن المركز الاخير نقطه واحده. في المجموعه الثانيه التسعه ارسنال بي سي في، بي اس في تواجه لانس. في المجموعه الثالثه مع السبعه غير نابولي تلعب ضد اونيون برلين فريق عيسى دوني، والتسعة الريال يواجه براغا. بالنسبة للترتيب في المجموعة هذه الريال الأولى 9 نقاط، نابولي الثانية 6 نقاط، براغا الثالثة ب 3 نقاط، أونيون في المركز الأخير 0 نقاط. في المجموعة الرابعة مع 7 غير الريال سوسيداد يواجه بنفيكا، ومع التسعة سالزبورغ يواجه الإنتر. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم، تلقاو على السيت موزايكا فام بوينت، وكيف على الباج فيسبوك سبورت باي موزايكا فام. نخليكم أحسن على كل لسان.